مرحبا. اهلا 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 مزيان اهلا 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 بس نهار كبير هذا نهار مضخم كما يقولوا الشماليين نهار قابض نهار واعر هذا نهار قابض بدر مرحبا بك مرحبا بنا نكدروا الحزامة بعدا ما تصورش شحال الناس هذا النهار فرحانين وشحال تلغول من الناس باش نصطاد بدر السلطان فانا سعيده بزاف بهذا ايوا الحمد لله الحمد لله كنشكروا بهذه المناسبه وانا جيت سعيد باش نحضر معاك ونحضر مع مقدمه كلها ابتسامه والله يخليك ديما ابتسامه ربي يخليك يلا مشاهدينا واحد المساريه زوينه بزاف ان شاء الله قابضه انا بدر السلطان على بركة الله بسم الله بدر كي دايره وجده كي داير احفير كي داير الشرق هو شنو غادي نقول لك انا ما كنجلسش بزاف احفير وفوجده باسكو كنسافر بزاف واغلب الوقت كنكون يعني على برا ولا كنكون يعني في المغرب يعني ماشي في احفير دابا انت فين مقيم انا مقيم في المغرب يعني انا تقريبا انا تقريبا كنكون في الرباط في الرباط اغلب الوقت كنكون في الرباط في الرباط في العاصمه ساكن تما عندك الدار تما كاين ساكن في الرباط لكن ضروري خاصني نهبط لاحفير وجده الوالدين مازالين في احفير الوالديه دائما والديا وصحابي وكنستمد الطاقه ديالي كنستمدها من احفير واحفير بحال الهند عرفتي الهند بيان سور في ما كنمشي كيجبدني الهند الاحفير يعني داك فوالا والاصل الجاذبيه فوالا الاصل وتما عندنا الطبيعه السر ديال ما تماما هادشي اللي بغيت نقول لك مدينه احفير اللي معروف عليها على الناس ديالها انهم ناس مسالمين بساطه بيس تمام كنرجع باش لديك البساطه ديك البساطه انا اصلا معروف عليا انسان بسيط فديما كنرجع للاصل واصلا احفير يعني الجو اللي فيها والطبيعه اللي دايره بها فكتخليني نعيش واحد الراحه وكنكون مرتاح ويقولوا انت كتعرفي الفنان ما عرفتش واش الاغلبيه مي انا عزيز عليا الطبيعه عزيز عليا هذا الجو باش نقدر نعطي ونقدر نبدع ونقدر نغني ونقدر كتمشي تغشغشه فوالا بدر انا بغيت نعرفك في المدرسه انت باين عليك كنتي تلميذ ظريف مجتهد كنت في الطاوله الاولى جات شي صح لا 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 بالعكس ما كانتش عزيز عليا واخا انا كنت يعني تلميذ يعني مؤدب ودرويش وكذا وزعما جابد سوق راسي بالعكس كان عزيز عليا نجلس في الطابله الاخرى واخا كنت انا مؤدب راه ما كنتش مجتهد راه كنت كسول اكثر من هذا كنت كتكرهها الرياضيات عرفتي الرياضيات واحد الواقع عمره ما ننسى في حياتي هذاك المعلم الله يذكره بخير كان جدول الضرب معقد المغاربه جدول الضرب وعرفتي ما حافظوش لحد الان ما حافظتش انا جدول الضرب ويقولنا شوفوا اللي ما جاش حافظ جدول الضرب غياكل العصا وغنشوهو بالاقسام عرفتي وانا ما جيتش حافظ ما بغاش يدخل لي الراس لحد الان ما بغاش يدخل لي الراس صافي وعرفتي وقول لي خمسة في أربعة والو والو وعرفتي غير أنا اللي ما حافظتش كاع جاو حافظين عرفتي شنو دار ليا قال لي أجي سي بدر عرفتي تسالى بيا الأقسام كاملين ديال المدرسة هاد الولد ما حافظش دول الضرب ضحكوا عليه هما كيضحكوا عليه واش يضحكوا هما بيان سي تيضحكوا عرفتي أنا ديك لا سومين فات عليا كحلة ما كنقدرش نجي للمدرسة عرفتي تعقدت واحد الدرجة كبيرة مي عادي وخديتيها من بعد بروح رياضيه خديتها بروح رياضيه وكانت واقعه كنذكرها مع صحابي وكان هذا اول مره كنذكرها والله العظيم اول مره كنذكرها بدر اشوف انا هذا النهار بغيتك تعاود لي شي حوايج ما بغيتيهم صافي وبالعكس بعد المناسبه كنوجه تحيه لكاع المدرسين وكاع اصحاب التعليم لانهم تعبوا علينا وانا بالعكس ما كنحقد على حتى شي معلم بالعكس طفولتي ما عطاكش الدافع تحفظ جدول الضرب ولا انت والو انت خديتي قرار ما تحفظ جدول ما كانش فاش غنستعملو صافي انا غنغني باش بيني وبين الرياضيات بيني وبين الحسابات وبين
بدر نكملوا عاود لي. وكنت مع الاصدقاء؟ كان عندك اصدقاء بزاف ولا انت حدودي شويه؟ لا 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 انا ماشي حدودي، بالعكس انا انسان حتى في طفولتي كنت طفل سوسيابل اجتماعي. يعني كان داخل واخا كنت حشومي، انا حشومي مي عزيز عليا نعرف، عزيز عليا نكتشف، لان اصلا واحد انا اصلا كندير المسرح يعني، واحد اللي كيدير المسرح ما غاديش يكون يعني معقد ولا حدودي ولا صح. كيعلمنا الانفتاح فوالا، خصوصا اننا كنا كنمشيو نديرو عروض مسرحيه في مجموعه من المدن المغربيه. فكان كان كيكون واحد الاحتكاك بين فرق اخرى وبين ناس اخرى، فبالعكس يعني المسرح علمني الاحتكاك وعلمني العمل الجمعوي. مزيان. وفي الدار كي كنتي انت شحال عندك دخوت تبارك الله؟ انا عندي غير واحد خويا محمد، كنوجه له تحيه. الله يخليه لك. فوالا. كبر منك صغر منك؟ صغر مني بواحد 5 5 سنين. مفشين اذا مادام بكم غير جوج. من ناحيه مفشين فشين. فعلا التربيه ديالكم كانت يعني فيها شويه ديال الدلال ولا كان الحزم؟ فوالا، لا ماشي داك الدلال زعما الدلال، انا ما كنديرو حتى شي حاجه، لا بالعكس انا كنجيب البوطه، كنتسخر الوالده. محمد خويا حتى هو كيتسخر، يعني ماشي داك الفشوش، انا كنقول لك الفشوش ديال انهم كيتهلاو فينا، بغينا شي حاجه كيجيبوها لينا، كيعاملونا مزيان. يعني انا شنو غادي نقول لك، ما كنعقلش انا الوالده غوتت عليا. فعلا ما كنعقلش انا الوالده غوتت عليا. كنت مسمع هي ظريفه بزاف ولا انت؟ حيت هي ظريفه ولا انت ما كديرش البساله؟ لا حيت هي ظريفه. لا شكون ما كيديرش البساله؟ ترى ما كانش يعني ما كديرش البسالات. انت هادي ما عرفتش علاش انا بعدا طلعتي معايا في الطوبيل وانا شنو بغيتي؟ لا يعني تبارك الله شخصيتك رزينه وكتبان. الحمد لله، خص الواحد يكون متبات ويكون رزين ويكون يعني مطلوق. فعلا فوالا، ما يكونش غير. كمل لي على الاسره، واش المجال الفني كانوا باغيينك تدخلوا ولا كان شويه ديال الاعتراض في الاول؟ هو انا الوالد لا كنت انا صريح، انا انسان صريح. معروف عليك بدر. انسان صريح، الوالد والوالده كانوا يعني كانوا اصلا مشجعيني. يعني اصلا الوالد هو اللي كان كياخذني للمسرح، كان كيجي يتفرج المسرحيه ديالي. فكانوا كانوا كانوا معايا. اللي كان ما باغيش دخولي للميدان الفني هو جدي الله يرحمه. فانا اصلا الوالد ديالي كان عايش في فرنسا، يعني هضره المراهقه مشى لفرنسا وما شفتوش بوندون 10 10 سنوات ما شفتش الوالد ديالي. ما جاش، ماشي على شي حاجه، لان كان عنده ظروف في الشغل وكذا وكان باقي ما عندوش الوراقي. ف 10 سنوات ما شفناش، فلوغ فتره المراهقه جلست انا والوالده ديالي بوحدنا ومع جدي وجداتي. فجدي كان عار تماما الفكره، فتخيلي لدرجه انه ما كانش كيخليني نمشي للمسرح. وكانوا دي فوا كانوا كيجيو امسيات فنيه، فكان كيسد عليا الباب وما كيخلينيش نمشي. تخيلي انا كنت دي فوا كنت كندير معاهم دي ريبيتيسيون، كنت كندير معاهم تدارين وعوالين عليك، فكان كيخليني حتى النهار ديال الامسيه ويسد عليا الباب، عرفتي؟ فكنت ما نقولكش الاحساس ديالي. وكنت ديك الساعه فتره المراهقه، يعني كنت هذا الوقت كنسرق المفتاح ونخرج ونتحدى، يعني نتحدى اي حاجه يمكن غتوقف ليلي هاليها. وما كتخيليش يعني غدالي شنو غيسناني ديال العصا ولا جو سي با. المهم كنت كنتحدى، وبالعكس هذا الشيء زادني غير اصرار وزادني غير عزيمه، وتحديت داك الشيء اللي كان كيوقع لي. والحمد لله يعني بالعكس جدي انا الله يرحمه الله يرحمه الجد ديالك مات قبل ما تشهر بدر ولا مات من بعد؟ هو مات في يعني بداية. لا شاف واحد شويه. لا بالعكس من بعدها يعني راضي عليا الحمد لله، لان ما كنديرش شي حاجه اللي كنادي بها الناس ولا بالعكس. وربما بدر هو الخوف ديالو عليك ومصلحتك. فوالا هذا الشيء عادي. فوالا وبالعكس انا فواحد الوقيته بديت كنبان في التلفازه ولاو الناس كيتلاقاو في الزنقه، يعني هو الوالد ديالي، فهمتي؟ انا قلت لك الوالد ديالي كان غايب، يعني هو كان بمثابه ابي. فالناس كيتلاقاو واه ولدك تبارك الله شفناه في التلفازه وتبارك الله الحاج ولدك غزال وكذا. فكيجي عندي راه جا عندي ذاك الحاج وقال لي، فشويه وشويه بدا كيتقبل الامر. وبالعكس كنت مشرف في اي بلاصه كنت كنمشي لها الحمد لله مشرف. لحد الان راك مازال تبارك الله الحمد لله وباقي مازال. الفنانين المعروف عليهم الاخلاق، ماشي غير فقط الفن ولكن حتى الاخلاق ديالك. والفنان خاص يكون متخلق قبل ما يكون فنان. وغني لنا شي اغنيه يلاه. راه غنبدا
شنو بغيتي تسمعي شي حاجه دابا؟ حنا مسافرين ياك. دابا حنا مسافرين، غنى شي حاجه ديال ديال السفر ديال الطريق، فهمت؟ شي حاجه هكا عندها علاقه بالطريق. قالوا حبيبك مسافر، سلام. قلت يا ليت السفر لن كان، اجعل طريق زمرد والحصى ومرجان والشمس خيمة مضلة لسيدي، والشمس خيمة مضلة لسيدي، والقمر سوان ودنا دنا للدم. تبارك الله عليك، شي حاجه بسيطه ما شاء الله. هذه بسيطه، لا تبارك الله، شكرا رائع، شكرا بزاف على هذا النهار. تستاهل تستاهل هذا النهار بالصوت ديال بدر سلطان وشميشه وكازا زوينه. اه لا، شميشه وكازا زوينه. واخا بدر تبارك الله، انت من الناس اللي كنا كنقول عليهم مكافحين، لا تيأس. عندك واحد الحلم باغي توصل له، درتي واحد النقطه وبقيتي ماشي خطوه بخطوه. كطيح بوتيتر، ولكن من بعد تعودنا على برامج الواقع ودورهم في حياتك بدر. هو كيف ما قلتي، انا انسان فوالا، انسان مكافح، يعني من صغري وانا كنكافح وباقي كنكافحوا. هاد البرامج الحمد لله زادوني واحد الشهره، زادوني واحد الاكسبيرينس، زادوني واحد الباجاج وواحد العلاقات. لكن هاد البرامج كتسلط عليك الضوء انت، وكتكون انت نجم غير في الوقيته ديال البرنامج. يعني من مجرد خروجك من البرنامج كتنطفئ هاد الاضواء، وهاد الاضواء كتعود لك انت، وانت الى انت الوحيد انك تخليهم شاعلين ولا ينطفاو. فالاستمراريه صعيبه، فالحمد لله من بعد انا خرجت من هذه البرامج، يعني ما يئستش، واخا انني خرجت يمكن فترات مبكره ولا تظلمت، فانا ما يئستش. شكون اكثر مشاركه ديالك اللي حسيتي براسك فريمون تظلمتي او بقى فيك الحال بزاف؟ يمكن استوديو دوزام، يمكن استوديو دوزام، لانني كنت راضي على الاداء ديالي، والجد الحاكم يعني ظلماتني بزاف. يعني ما فين حسيتي براسك؟ فلا حسيت براسي تظلمت، لكن الجمهور نصفني، والاراء ديال الجمهور في الشارع يعني ردت الاعتبار. وكيف ما قلت لك، يعني خاص هذا الفنان ولا هذا الموهوب اللي كيدوز في هذه البرامج، برامج الواقع، خاصو يستغل هذه الفرصه وما ييأسش وما يوقفش، ويحاول يدير اغاني. وانا الحمد لله من بعدها لقيت ناس اللي وقفوا معايا وشدوا بيدي وامنوا بالموهبه ديالي، لان هذه البرامج كتبين الموهبه وكتبين هذا الموهوب لهذا الشخص اللي مشى يبرز الموهبه ديالو في هذا البرنامج. بدر، انا حطينا الصوره ديالك في لاباج ديالنا فيسبوك، وطلبنا قلنا للناس سولوا بدر شي اسئله. المهم باش نقول لك واحد الحاجه باش يكونوا الناس عارفين، عندك المعجبين بزاف ولو عندك جيوش. تبارك الله، هاد الجيوش ولاو كيخلعوني انا بدر والله العظيم. وشوفي هاد كلمه جيش، بزاف ديال الفنانين اللي بداو كينتقدوها. ماغاش انت معاها ولا ضدها؟ انا ماشي ضدها، لان انا ماشي انا اللي كنسميهم الجيش، هما راسهم كيكونوا هذاك الجيش. وشوفي انا بلا ما غادي نشكر راسي، وبلا انا الحمد لله عندي اون كارير، درت كارير وكافحت واجتهدت ودرت اغاني وباقي كنكافح، ودرت واحد القاعده جماهيريه، ما عارفش واش كبيره ولا صغيره، من الحمد لله درت واحد القاعده جماهيريه. بدر يكون هاني زعما، كون مرتاح انا كنقول لك قاعده جماهيريه. من اكثر الاسماء اللي تطلبوا لي في مساري هو بدر. الله يحفظك، بكل صراحه، الله يحفظك، بدون مجامله. للناس ما كيبغونيش غير هكا، كيبغوني لان انا
فنان ومجتهد ومكافح وكنبغيهم ومتواضع. علاش ما يكونش عندي جيش؟ وكنبغي جمهوري. شوفي كنبغي هاد الناس. الا واحد صيفط لي ميساج كنرد عليه، الا واحد تلاقاني في الشارع كنعنقو وكنبوسو وكنقول له شكرا، فهمتي؟ لان كنعامل الحب ديال الجمهور بالنفس. فعلاش علاش علاش ما نخليهمش على راحتهم؟ بغاو يسميو راسهم جيش، بغاو يسميو راسهم كيف ما بغاو، انا قابل بهم غير يبقاو اوفياء ليا، وكنشكرهم بهذه المناسبه. ونغني لهم شي اغنيه، هذه يعني اهداء مباشر من بدر سلطان للناس اللي كيبغيوه. شنو زعما؟ اغنيه عزيزه من القلب للقلب. نغني واحد الاغنيه ديالي هي الغزاله. يا الغزالين ديالي. غزالين باش ما يحسوش الذكور بالناس. يا الغزالة صبرت سالة غير قولي ليا واه ولا لا. يا الغزالة صبرت سالة غير قولي ليا واه ولا لا. العقل طر ملي شفتك جاية، عطيني دقيقة إلا كنتي مسالية. العقل طر ملي شفتك